ليه بالبيت يعني؟ ما فرحتش ليه بالبيت يعني؟ مع ان جديد وده اول يوم، استني الوقت يعدي عليك وتعرف البيت وتنام وتقوم. زعلان على ايه؟ بيت كل الدعم، سلمه مكسوره وبتكعبل، ولا خرم في حيطه من المسمار، ولا جرس الباب اللي معلق، ولا انت معلق على الاحزان، ولا على الصوره بتاعك جدك، ما هي لسه معاك هتعلقها في حيطه جديده، والجد هيرضى ويتصالح. مش معنى ان الصوره اتكسرت انه هيزعل من بيع البيت، ولا انت بتكذب على نفسك؟ مش معنى شعبطت الصوره، مش معنى شعبطت الذكرى في مكان الصوره وفي السلم وجرس الباب او في المسمار. انا فاكرك هتعيط مثلا على افراحك في ليالي البيت، او على حزنك جوه الاوضه، او على راحتك بعد المشوار، او جاي زعلك في محله. جرس الباب كان بيعلق من شوق شراعتك للتخبيط، جرس الباب كان بيعلق من شوق شراعتك للتخبيط، وجروح الحيطه من المسامير كانت شايله كتير من اسرارك، والسلم كان بيكعب فيك علشان رجلك جت كم مره على مطرح رجل عزيز عليه. يمكن كانت رجلي لبناه، او رجلك اوقات افراحك، او جايز لما هتتكعبل وهتسند ايدك بترابزين هتطمن قلب عمود قلقان وهيتاكد انه ما عجزش. جدك ما قدرش، كان رافض بيع البيت اصلا. ازاي ما فهمتش لما تقطع حبل الصوره؟ وازاي ما فهمتش معنى الحته اللي بيضت؟ ما فهمتش معنى الحته اللي بيضت تحت البرواز؟ جدك كان حاطط حيط البيت وعلامه الحكم هي قدامك، حوش في وداعه سمار الحيط جوه الصوره، والشوق قطع خيطك التاني. دلوقتي فهمت، دلوقتي فهمت هروبك يومها، والحجه الخايبه اللي اتقالت علشان تكتم دمعه هتنزل لو كنت حضرت وداع البيت، او ايدك كانت دبحت يومها الارض اللي اتقتلت عمدا واخوك بيشيل في عزال اوضتك. بطل تفكير، جايز تتعود من تاني، جايز اصحاب البيت التانيين هيحنوا وهيطلبوا العمال يهدموا ذكراكم بالراحه، جايز جدك ما يجيش في الحلم ولا يرفع على ابوك قضيه صحه توقيعك.